بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في هذا القسم من الدراسة نتكلم عن علم التوحيد، ونتكلم اليوم عن مسائله كما وردت في كتب السلف الصالح وفي العلم الموجود. فكل علم كما تكلمنا في الحلقات الماضية يتكون من موضوع يتحدث عنه العلم ونراه في كل المسائل، وعلم التوحيد موضوعه الإلهيات والنبوات والسمعيات. في كل قسم من هذه الأقسام نرى الواجب والممكن والمستحيل، يعني يدرسون فيه ما يجب وما يستحيل وما يجوز على الله سبحانه وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك ما قد ورد عن طريق السمع وليس عن طريق التفكر والعقل الذي ورد إلينا في الكتاب والسنة، يتكلم عن أمور غيبية لا يدركها العقل بذاته، ولكن لا يكذبها العقل إذا ما عرضت عليه، وهذا مثل الملائكة والجن واليوم الآخر والجنة والنار وما فيها في النار من مشاهد أو في الجنة من نعيم إلى آخره. فهذه يسمونها السمعيات، لأن إيمان المسلم بها إنما أتى عن طريق السمع ولم يأتي عن طريق العقل. هو سمع القرآن أو سمع السنة فآمن بها من هذا القبيل، والعقل لا يكذب ولا يحيل أن يكون هناك يوما آخر، ولا أن يكون هناك نار ولا جنة ولا صراط ولا جن ولا ملائكة. فالعقل يقول إن ذلك كله جائز، ويأتي السمع ويؤكد ويقول إن هذا واقع. ولذلك لما كان هذا هو موضوع علم التوحيد كما ورد في كتب السلف، وسوف نلتقي مرة أخرى مع علم التوحيد وكيف نعيش به في عصرنا الحاضر، وهذا موضوع لقاء آخر، ولكن اللقاء اليوم ينصب على علم التوحيد كما ورد في كتب الأقدمين في الكتب الموروثة. فمسائل هذا العلم معناه الجمل المفيدة وهي التي سنعالجها اليوم المتعلقة بهذه الأقسام الثلاثة: ما الذي يجب يستحيل يجوز في حق الله تعالى، وما الذي يجب أو يستحيل أو يجوز في حق الأنبياء، وما قضية السمعيات الواجب الإيمان بها من غير تردد ولا إنكار. ومن أجل أن يصلوا إلى صورة واضحة لهذه الأمور الثلاثة، قدموا للعلم بمقدمات، وهذه المقدمات أصبحت جزءاً من العلم. في هذه المقدمات نفتح كتاب التوحيد فنرى أنه يتكلم أولاً عن العقل. وما العقل؟ وماذا يعني العقل؟ وعن العلم وماذا يعني العلم؟ وعن الوجود والعدم وماذا يعني كل من الوجود والعدم؟ ثم بعد ذلك نراه يقسم الكتاب إلى هذه الأقسام الثلاثة، ف
فيسمي القسم الأول الإلهيات، والقسم الثاني النبوات، والقسم الثالث السمعيات. إذن معنى أربع أبواب يمكن أن نجدها في كتب التوحيد الموروثة: أولها المقدمات، وثانيها الإلهيات، وثالثها النبوات، ورابعها السمعيات. فماذا يقول في المقدمات؟ يقدم مقدمة، وكأن الإنسان يتأمل فيها ما حوله. هذه القضية الأولى، وهي قضية الوجود ووصف هذا الوجود. ثانيا يتكلم فيها عن كيف يعرف الإنسان، وكيف يصل إلى اليقين، وما هي مراتب العلم في عقله. إذن فهذه المباحث وإن لم تكن في صلب موضوع التوحيد إلا أنها توصل إلى التوحيد وإلى المسائل التي سنعالجها وسنراها فيما بعد. فيقولون إن العقل هذا كأنه مكون من أربعة أشياء: من الدماغ، لأنه فعلا عملية التعقل والتفكر لا تتم إلا بالدماغ، ومن الحواس التي تقوم بنقل صور الواقع المحيط بنا إلى هذا الدماغ، ومن المعلومات السابقة التي يختزنها الإنسان من صغره ومن الواقع المحسوس في الخارج. ومعنى هذا أن عملية التعقل أو التفكير لا يمكن أن تتم إلا إذا كان هناك هذه الأركان الأربعة: الدماغ والحواس وهي القائمة في جسم الإنسان، والواقع والمعلومات السابقة وهي أمور خارج الإنسان. المعلومات السابقة تأتي شيئا فشيئا وتختزن في ذهن الإنسان، والواقع إنما هو محيط بالإنسان. وعلى ذلك فإذا تصورنا إنسانا عنده الحواس وعنده الدماغ، لكنه طفل صغير ليس عنده أي معلومات سابقة، فإنه لا يمكن عليه أن يفكر ولا أن يستعمل عقله. وكذلك إذا ما تصورنا وتخيلنا إنسانا في الفضاء ليس حوله أي نوع من أنواع الواقع، لا هناك شجر ولا بقر ولا حجر ولا مطر ولا أي شيء، هو في عدم مطلق، فإنه لا يمكن عليه أن يفكر، لأنه وإن كان عنده الدماغ وعنده الحواس إلا أنه ليس عنده أي شيء من الواقع الذي حوله حتى يتفاعل معه ويتفكر فيه. إذن فلو بدأنا القضية من الإنسان، وهذا سوف يفيدنا كثيرا عندما نعلم كيف نحول التوحيد الموروث إلى أداة نستطيع بها فهم كل الفلسفات الشائعة في العالم وكيف نتعامل معها فيما بعد. التوحيد إذن عندما فكر بدأ بالإنسان، لأنه هو الذي كلف وهو الذي نخاطبه الآن ونقول له: لابد عليك أن تؤمن بالله وبالأنبياء وباليوم الآخر إلى آخره. فليبدأ الإنسان في النظر إلى ذلك الكون من نفسه، وليعلم أول ما يعلم كيف يدرك
وكيف يتعلم وكيف يصل بهذا العلم إلى مرتبة اليقين. ومن أجل ذلك فلا بد عليه من أن يقف عند العقل. والعقل هذا يعرفه الجويني مثلا الإمام الحرمين بأنه المعلومات الضرورية، يعني هناك قدر من المعلومات الضرورية هي التي تكون عقل الإنسان. الإنسان يدرك بفطرته وتجربته وتفكره وحسه أن الكل أكبر من الجزء، وأننا ما دمنا في هذه القاعة فإن هذه القاعة تحيط بنا ولا نحيط نحن بها، وأن السماء تكون فوقنا والأرض تكون تحتنا، وأن إذا كان هناك شيء أو شخص وجاء شيء أو شخص آخر فيكون هناك اثنان وليس هناك واحد، وهكذا. هناك معلومات ضرورية أساسية وهي التي نسميها بالبدليات، وهي التي لا يقف الإنسان كثيرا أمامها بل يصدقها مباشرة، مثل ما لو قلنا إن اثنين واثنين يساوي أربعة، لا يتردد الإنسان ولا يفكر ولا يجعل هذه القضية محل نظر وتدبر وتأمل وتفكر، ليس فيها خفاء. وسبب عدم خفائها أنها وصلت عندنا إلى مرتبة البدهيات. ولو أن أحدا من الناس نزل بها من مرتبة البدهيات إلى مرتبة ما يحتاج إلى تأمل وتفكر، فإنه يثير الضحك ويظن الناس أنه يمزح. وإثارة الضحك عندنا من هذا النوع عندما نقول اثنين واثنين ويجلس يحسب فيهم ويجعلها قضية تحتاج إلى تفكر، جاء من أننا قد حولنا البدهيات إلى نظريات، يعني أمر يحتاج إلى نظر. هذا الحق الذي يفكر بهذه الطريقة يصدر أحكاما. الدماغ الذي يتلقى أساسا في المعرفة وهو صغير بالحواس من الواقع، ثم بعد ذلك يربط هذه المعلومات ويرتب نتائج في عقله يتوصل إليها، يصدر أحكاما. هذه الأحكام على ثلاثة أقسام: بالتأمل، بالتدبر، الواجب، المستحيل، الممكن. وهذا يتعلق بالوجود أيضا، لأنه يقول إن هناك شيئا هو واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أنه لا يمكن أن يكون في أي لحظة من اللحظات إلا وهو موجود، لا بد أن يكون موجودا دائما. ويقول هناك شيء مستحيل الوجود وهو ما لا يمكن أن يتصوره العقل. إذا فالعقل يتصور شيئا لا يمكن أن يخلو منه الزمان، والعقل يتصور شيئا لا يمكن حدوثه، فالذي لا يمكن الخلو عنه فهو الواجب، والذي يمكن الذي لا يمكن حدوثه هو المستحيل. إذا هناك شيء يمكن حدوثه ويمكن عدم حدوثه وهو الممكن أو الجائز. ولذلك توصلنا إلى هذه المسألة التي تقول إن أحكام العقل ثلاثة: الواجب والجائز والمستحيل. حقيقة المستحيل اجتماع النقيضين، هكذا يقولون في علم التوحيد عندما نفتح المقدمة. وما النقيضين؟ الشيء وسلبه. وما سلبه؟ يعني عندما نقول عالم ونسلب فنقول ليس بعالم، فعالم هذا هو الذي مقصود بالشيء، ليس بعالم
هذا كلام فيه نفي للعلم. هذا عالم نسميه إثبات، هذا ليس بعالم نسميه نفي. هل يمكن في محل واحد من جهة واحدة في موضوع واحد في زمان واحد وفي مكان واحد أن يكون هذا الشخص عالم وليس بعالم لنفس المعلومة في نفس الزمان في نفس المكان في نفس الموضوع؟ طيب هيا نحاول أن نغمض أعيننا وأن نتصور شيء هو عالم وليس بعالم في نفس الوقت من كل جهة. لو فعلنا هذا ما استطعنا ولا نستطيع أن نتوصل إلى هذا التصور، إلى أننا نستطيع أن نستبطن في عقولنا نسبة النقيضين عالم ليس بعالم، هما النقيضان في مكان واحد. لا يمكن أن أقول أنا جالس أنا لست بجالس الآن، جالس إثبات لست بجالس نفي، لا يمكن جمعهما الآن. يمكن أن أقول أنا جالس من الآن، أنا لم أكن جالسا بالأمس من ساعة، أنا هنا الآن وبعد ساعتين لست هنا. هذا ممكن لاختلاف الزمان لاختلاف المكان. أنا هنا أنا لست هنا كان، هناك هو البيت مثلا، نعم أنا هنا ولست في البيت باختلاف المكان وهكذا. أما من كل جهة أنا جالس الآن أنا لست بجالس الآن، فهذا لا يمكن تصوره. فليحاول أحدنا أن يستحضر الجلوس وعدم الجلوس مع لشخص واحد في مكان واحد في زمان واحد، لا يستطيع أبدا، لا يمكن للعقل أن يتصورها. تطور الزمان ونحن نشرح هذه الحقيقة التي عبروا عنها قديما بالمستحيل، العقل وهو يختلف عن المستحيل العادي. المستحيل العادي أني لا أستطيع أن أطير في الهواء، ولكن ممكن أن أغمض عيني وأتخيل أنني أطير في الهواء فأتخيل، أتخيل ذلك. ولذلك المستحيل العادي ممكن عقلا. هناك فرق كبير ما بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي. المستحيل العقلي لا يمكن تصوره، لكن المستحيل العادي يمكن تصوره. ونضرب مثال أخف من هذا، هو أن المستحيل العادي يمكن صناعته في السينما، ولكن المستحيل العقلي لا يمكن صناعته في السينما. ففي السينما يمكن أن نتصور شخصية مثل السوبرمان يلقي نفسه من برج مركز التجارة العالمي ينطلق في الفضاء قبل الهداف، ولكن هذا الذي يفعله هذا مستحيل عادة، لكنه ليس مستحيل عقلا لأنه يمكن تصويره. وقد صور فعلا في فيلم السوبرمان أنه يطير في الهواء وأنه يستطيع أن يمسك الزلزال في يديه، ممكن تخيل أن هذه الأرض وأنه أمسك هكذا بيده، ممكن. فالمستحيل العادي يمكن تصوره، يمكن صناعته في السينما، يمكن تحويله إلى مشهد مرئي، في حين أن المستحيل العقلي لا يمكن. لا يمكن أن نجعل شخص جالس غير جالس في وقت واحد، مش ممكن. نصوره نحولها إلى مشهد، لا يمكن. إذن هكذا نرى أنه معتمد بداية على الإنسان، واعتمدوا أيضا على البدء بكيفية العقل ما هو،
ثم بعد ذلك أخذوا من ذلك أحكاما أن هناك واجبا عقليا وأن هناك مستحيلا عقليا، وجعلوا وجود الله سبحانه وتعالى من قبيل الواجب العقلي. فالعقل لا يمكن أن يتصور أثرا من غير مؤثر. كيف يتم هذا؟ نحن لم نكن موجودين، ثم وجدنا، فكيف هذا؟ هكذا يحولون كلام الأعرابي في القديم وكان بفطرته، ويقول الأثر يدل على المسير، والبعض يدل على البعير، فنهار ساج وليل داج وبحار ذات أمواج ومسالك ذات فجاج، أفلا تدل على الخبير القدير؟ هذا الأعرابي وهو يتكلم، إنما هو يتكلم الآن بعلم الكلام، لأنه يتكلم عن قضية الأثر والمؤثر، ولكن وضعوها في صورة مصطلحات. فهناك أثر، إذا لابد من هناك من يكون مؤثر، وهذا هو الذي يدركه الإنسان ببداهته وفطرته عندما يمسك سلك الكهرباء لينظر هل فيه كهرباء أو لا. فإذا كان فيه كهرباء يبقى إذا هناك قوة وهناك مصدر لهذه الطاقة، وإذا لم يكن هناك كهرباء إذا ليس هناك مصدر، والمصدر منقطع عن هذا السلم. بالأثر يمكن أن ندرك المؤثر، بالرغم من أننا ونحن نشعر بالكهرباء لا نعلم من أين أتت ولا نراها، ولكن نعرف أثرها. هذا الكون لا يمكن بهذا الإبداع والحكمة وبهذا الاستمرار في هذه الحكمة إلا أن يكون وراءه خالق مدبر، لأن لو قلنا إن هذا الكون قد خلق عبثا وخلق من غير خالق وهو أثر بلا مؤثر لوصلنا إلى مرحلة المستحيل العقلي، أن يكون هناك أثر ولا يكون هناك مؤثر. كيف يوجد الأثر ولا يوجد المؤثر؟ فالأثر موجود، وهذا الأثر ليس فقط محض خلق، بل هو خلق بديع الصنع، وكلما تدبرنا وتأملنا فيه ازداد إعجابنا وانبهارنا به. فلو تخيلنا مثلا، وكلما تقدمت المعلومات والعلوم، أن الشمس لو اقتربت من الأرض أو اقتربت الأرض من الشمس قليلا عدة أميال لاحترقت، وأن القمر إذا قرب من الأرض عدة أميال لغطت البحار اليابسة بالماء، أو بعد عدة أميال لكانت البحار مثل الأنهار من الجزج. وهكذا في كل حقيقة من الحقائق الكونية نرى الله سبحانه وتعالى بديع الصنع وراءها، ولذلك قال هذه الألفاظ في كتبهم: الله يتجلى في عصر العلم، عنوان كتاب، العلم يدعو إلى الإيمان، عنوان كتاب، العلم من منظوره الجديد، عنوان كتاب، وهكذا. كلما تأملوا في الكون كلما ازدادت حيرتهم في هذا التداخل الذي وصل إلى ملايين 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 الاحتمالات، فإذ به يكون احتمالا منها فلا يمكن إلا أن يكون عن مؤثر، ولا يمكن عقلا إلا أن يكون من عند الله، ويستحيل عقلا إلا أن يكون قد صبر من الله. ولذلك قالوا بوجوب وجود الله سبحانه وتعالى وباستحالة أن لا يكون موجودا عقلا. أما الذي هو ممكن الوجود فهو الإنسان، يخلقه الله أو لا يخلقه.
يرزقه أو لا يرزقه، يؤجله ويعمره حتى يبلغ أفضل العمر، أو يبتليه عنده في شبابه أو طفولته، هذا ممكن، ولذلك العقل يتصورون. وصل بهم الحال في الرياضيات الحديثة إلى أنك إذا قسمت واحد على ما لا نهاية فإن الرقم هو صفر، وصفر معناه العدم، معناه عدم الوجود، لا يوجد. ففي نظرية الاحتمالات يقولون لو كان عندنا كيس وهذا الكيس به 10 كرات، الكرة الأولى المرقم عليها 1 والثانية 2 3 4 إلى 10، فما احتمال أن أخرج كرة فتطلع من نمرة 1؟ قالوا هذا احتمال 1/10، لأن 1/10 هو الاحتمال باعتبار أن الكرة من 10. فما احتمال أن أخرج الكرة الأولى فتطلع 1 والكرة الثانية تطلع 2؟ قالوا هذا 1/90، لأنه يقول 1/10 في 1/9، لأن في الأولى هي 1/10، واحتمال أن تخرج الثانية بعدها هي عبارة عن 1/9، وعلى ذلك فاحتمال أن يخرج متتاليين 1/10 في 1/9، يعني 1/90 محاولة. فما احتمال أن تخرج الكرات العشرة بالترتيب 1/10، 1/9، 1/8، 1/7 إلى 1/1 اللي هي الكرة العاشرة؟ فسيكون الرقم في الأسفل كبير جدا. تخيل أنك تأخذ تضرب هذا في ملايين الملايين من الاحتمالات، قرب الشمس وقرب القمر والبحار والأنهار والأشجار والإنسان والسماء والأرض، فإذا بك ستصل إلى 1 على ما لا نهاية، يعني صفر، يعني احتمال أن يكون هذا الكون قد خلق عبثا، لا شيء، لا يمكن، مستحيل. هذا هو كلام السلف الصالح رياضيا، وكلامهم عقليا وفلسفيا. بدأ بالإنسان وبدأ بالعقل. إذا فيمكن أن نأخذ هذه المسألة الأولى بعد استيعابها ونقول أن أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجود، ثم الاستحالة، ثم الجواز، ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام. هكذا يقول الشيخ الدردير في فريدته، في بيتين يلخص هذه الحقيقة، هذه الأداة، هذا المفتاح الذي هو أول تنظيم لفكر الإنسان. أحكام أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز الإمكان، يعني ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام. وكأنه يرى أن الوصول إلى هذه الحقيقة فيها لذة فكرية. القضية الثانية وأيضا تتعلق بالبدء، وقد بدأنا بالعقل الذي في الإنسان، فهذا العقل الذي في الإنسان يريد أن يدرك، فقسموا العلم ووجدنا للعلم خريطة. فالعلم يعني المعلوم، يعني المدرك، يعني هذه الصور التي تدخل عن طريق حواسنا، الأذن، الشم، النظر، اللمس إلى عقولنا. هذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم يقيني جازم، وعلم ليس بجازم. وانظر وهو يقول ليس بجازم، ليس بيقيني. يبقى كأننا العلم الذي هو جازم كأننا نعطيه 100%. مدى تأكدي من أنني ألقي الآن هذه
هذه المحاضرة في ذلك اللقاء 100%، أنا متأكد 100%. لا أستطيع الشخص أن يجلس ويقنعني بأنني لست هنا، لن أقبل إدراكي بنفسي وبما أفعل الآن هذا 100%. وقد يكون الأمر ليس كذلك، إنما هو ليس بجازم، ليس بيقين، يبقى إذن ليس 100%. والذي ليس 100% يبدأ من 99% وينتهي إلى 1%، لأن 0% معناها أنه متأكد من عدم الوجود. فهذا القسم هو 100%، وهذا القسم من 1 إلى 99%. هذا القسم هو ليس بجازم، ينقسم 3 أقسام: الظن 51% إلى 99%، نسميه الظن. الشك 50% فقط. الوهم من 1 إلى 49%. يبقى هناك 3 أقسام في غير الجازم. إما أن يكون هناك وهم، وكما رأينا من 1 إلى 49 يعني مرجوح، يعني لم نصل إلى التساوي 50-50، بل هو مرجوح أقل من 50، فهو مرجوح. أنا عندي 49% أن فلان هو الذي ارتكب هذه الجريمة، و51% أنه لم يرتكبها. أكون في مرحلة ما يسمى بالوهم. عندي 50% أنه هو الذي ارتكبها، أكون في مرحلة تسمى الشك. عندي 51% إلى 99% أنه هو الذي ارتكبها، يكون عندي الظن. إذن فغير الجازم 3 أقسام: وهم وشك وظن. الوهم من 1 لـ49، الشك هو 50 فقط، الظن من 51 إلى 99. أما الجازم فهو على نوعين: إما أن يكون مطابقا للواقع، وإما ألا يكون مطابقا للواقع. إذا كان مطابق للواقع فهو اعتقاد صحيح، زي اعتقاد المسلمين بأن الله واحد. إذا كان غير مطابق للواقع فهو اعتقاد فاسد، كاعتقاد الوثنيين أن الصنم ينفع ويضر. متأكد 100% أن الصنم ينفع ويضر، ولكنه مخالف للواقع، هذا باطل، الصنم لا ينفع ولا يضر. هذا المطابق للواقع إما أن يكون ثابتا في القلب لا يقبل الشك، وإما أن يكون ليس ثابتا ومتأكد 100%، ولكن عندما تحاول أن تزعزعه يتزعزع معك. والثابت هذا إما أن يكون عن دليل، عن تفكر وتعقل، عن أرضية صلبة يقف عليها الإنسان، وإما أن يكون عن تقليد للغير. هو سمع آباءه أو علماءه أو غيرهم يقولون هذا ووثق بهم وصار عليهم واتبعهم فيما قال. هذا الذي عن غير دليل اسمه التقليد، وهذا الذي عن الدليل اسمه العلم اليقيني. إذن فالعلم هو إدراك جازم مطابق للواقع ثابت ناشئ عن دليل، وما ليس كذلك ليس بعلم. هم يريدون أن يصلوا إلى توحيد الله ومعرفة النبوات والسمعيات إلى درجة العلم، إلى درجة اليقين، وليس إلى درجة الثبات أو إلى درجة الجزم وهو مخالف للواقع، أو إلى درجة عدم الجزم مؤمنا أو شكا أو وهما. ومن أجل ذلك
رسموا هذه الخريطة من أجل أن نصل إلى أننا نسعى إلى معرفة الحق اليقيني الناشئ عن دليل. ومن هنا كان المسلم، وهذا سيفيدنا فيما بعد في مواجهة العصر، يسعى إلى الحق ويقبل كل الحقائق، لأنه إنما يريد اليقين الثابت وليس يريد التوهيمات ولا يريد الأخطاء ولا الوقوع فيها. هو يريد أن يعرف تماماً ما الذي حدث، وتماماً ما الذي يحدث، وتماماً كيف سيحدث وما سوف يحدث. هو يريد أن يدرك الواقع ويكون ذلك عن دليل وليس عن أوهام. ولذلك هذه العقلية التي تبحث عن البرهان، والتي تبحث عن الحجة، والتي تبحث عن الدليل، والتي تبحث عن أن تثبت أقدامها في كل ما تقوله أو تفعله أو تسمعه، لا تقبل توهمات الموهمين ولا الانتقال من الشبهة إلى التهمة إلى الإدانة إلى العقوبة إلى تنفيذها كما يفعلون بالمسلمين في الأرض الآن. شبهة فحولوها إلى تهمة، فحولوها إلى إدانة، فحولوا الإدانة إلى عقوبة، فحولوا العقوبة. هذه عقلية تختلف عن تلك العقلية. عقلية المسلمين عقلية علمية، وهذه عقلية مصلحية تريد أن تتصيد المصلحة في أي شيء وتوهم على الناس. عقلية المسلم إذا ما سمع هذه الأمور يعرف كيف يحلل وكيف يقبل وكيف يرد، لأن واضح أمامه الأشياء. أين مطابقة الواقع؟ ما الدليل؟ كيف نشأ؟ وهل هذا دليل أو أمارة أو شبهة؟ وهكذا. فانظروا إلى هذا التكوين من علم التوحيد، أنه في المقدمات كما تكلموا عن العقل تكلموا أيضا عن قضية العلم، وأن العلم له خريطة، فمنه العقيدة صحيحة أو فاسدة، ومنه العلم، ومنه التقليد، ومنه الظن، ومنه الشك، ومنه الوهم، في خريطة يعلم المسلم رأسه من رجليه فيها، أو يعلم بدايته من نهايته فيها. كل إدراك ينقسم إلى جازم وغير جازم. غير الجازم ظن وشك ووهم، والجازم إما أن يكون مطابقاً أو غير مطابق، والمطابق ثابت أو غير ثابت، والثابت ناشئ عن دليل أو لم ينشأ عن دليل. وعلى ذلك فالعلم المعتمد الذي عليه البناء هو ذلك الإدراك الجازم المطابق الثابت الناشئ عن دليل. وغير ذلك من العلم لا يؤخذ به، وغير ذلك من الإدراك لا يقبل. وهذا هو مقياس الحق عند المسلمين ابتداء من العقيدة وانتهاء بالحياة. وطبعا إذا عرفنا ذلك عرفنا أيضا أننا في العالم الإسلامي قد تركنا هذه العلوم، وأن كثيرا من المسلمين لم يعودوا يفكرون بهذه الطريقة التي كان السلف يفكر فيها وبها، فبنوا حضارة وأسسوا علوما بناء على هذا التفكير المستقيم الذي يسعى إلى معرفة الحق، والذي لا يريد لا الأساطير ولا الخرافات ولا التحريف ولا التخليف، وإنما يريد علما يواجه به ربه يوم القيامة. خريطة أخرى تكلموا عنها في المقدمات، وهي تتعلق بالوجود أيضا، وهي خريطة الجوهر والعرض. الجوهر في أبسط معانيه معناه شيء له حيز في الفراغ، والشيء الذي له حيز في الفراغ الذي ندركه جميعا هو الجسم. والجسم كما نعرف منه جماد ومنه نبات ومنه حيوان ومنه إنسان، لكن بالجملة ما له تحيز في الفراغ
يكون وكأنه قائم بذاته، قائم بنفسه، ولكن لم يستطيع أن يستعمل هذه الكلمة قائم بذاته ويجعلوها مختصة بالله سبحانه وتعالى، لأن الكرسي في وجوده يحتاج إلى الله، لأن بدون إمداد الله له وإعطاء حق الوجود فإنه لا يوجد. ولذلك جعل كلمة قائم بنفسه هذه التي كان يمكن أن نطلقها على الكون كما أطلقها الفلاسفة عيب أن نذكرها في قبيل الحوادث والمخلوقات. كلمة قائم بنفسه يعني قيوم، وهو الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إليه ونقوم به بأمره بسببه بإذنه، لكن هو يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على أحد في وجوده. فالجوهر معناه الجسم، معناه ما له تحيز. كنا ندرس في الثانوية الخلية الواحدة اللي يسموها الأميبا، هذا جوهر، خلية واحدة لها تحيز، هكذا نرسمها دائرة غير منتظمة تسمى بالخلية، لها تحيز، إذن فهي جوهر. فلو وجدنا خلية بجوار خلية بجوار خلية إلى آخره لتكون جسم. فالجسم يتكون من عدة جوانب فرضة. فالجوهر ما لم يتحيز. وليكن في مثالنا شخص اسمه زيد أو عبيد أو عمر أو أي اسم. فزيد هذا له أعراض، والأعراض لا يمكن وجودها في الخارج وحدها، بل لا بد لها من جسم تقوم فيه. اللون يمكن جدا أن أغمض عيني وأتخيل زيت هذا الذي أمامي أسود، ينفع أحمر، أبيض، ليكن. لكن هل أستطيع أن أتخيل الحمرة من غير أن تكون موجودة في الجسم أو البياض أو السواد؟ يمكن أن يكون السواد في الثياب، ممكن أن يكون البياض في اللبن أو في الحائط، ممكن أن يكون الحمرة في الأكل أو الشرب، لكن لابد من الجسم. ما هو الأكل والشرب والزيت وكذا كلها أجساد، كلها أجسام. اللون لا يوجد وحده ولا يمكن أن يوجد وحده، ولذلك اللون هذا من الأعراض. الطول، زيت طويل أو قصير، الطول ده لا يمكن أن يوجد خارج زيت، لابد أن يكون هناك شيء حتى أقيسه. هذا الشيء المقيس هو جسم. الطريق من هنا إلى الإسكندرية جسم أقيسه، لكن هل هناك شيء مش جسم واسمه طول؟ الغنى، الفقر، الذكاء، الغباء، الصحة، المرض، كل هذه يسمونها أعراض. جلسوا يتأملون في الأعراض ما هي، فوجدوا أن الأعراض ممكن أن تكون الزمان، وممكن أن تكون المكان عرض، ويمكن أن يكون وضع الإنسان جالس ولا قائم ولا متكئ ولا كذا، أو وضع أي شيء مائل أو مستقيم، فوق تحت، ويمكن أن يكون الفعل، أكل، شرب، ضرب، راح، جاء، كل هذه لها وجود، والأعراض تحتاج
في حدوثها إلى أجساد، وممكن أن يكون الانفعال حرقته فانحرق، كسرته فانكسر نتيجة الفعل. إذا ففرق بين سخنت يعني أوقدت النار عليه فتسخن، تسخن يعني ارتفعت حرقته، ده غير إيقاد النار، إيقاد النار ده فعل، لكن ارتفاع حرارة الماء ده فعل، ده أثر، أثر لهذا الفعل. وهكذا عدوا هذه الأمور تسعة بالتأمل بالتدبر، وليس بالاستقراء العقلي. ولذلك يمكن أن يأتي واحد ويزيد عليها، لكن لغاية النهاردة منذ أرسطو ما حد زاد عليها. التسعة هم لسه تسعة زي ما هم. جمعوهم في بيت شعر أو بيتين، وكانت الأولاد تتغنى بهم وهم صغيرين، فيقولون زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكئ يعني بيده غصن لواء فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى، يبقى الجوهر وتسع أعراض فيصيبون عشر. الجوهر زيد الطويل، هذه الكم يسموها مقولة الكم. الأزرق الكيف، ابن مالك النسبة، في بيته المكان بالأمس الزمان كان متكي الوضع، بيده غصن الملك لواء الفعل فالتوى الانفعال، فهذه عشر مقولات سوى سواء. ثم قالوا إن الله ليس بجوهر ولا عرض، وعلى ذلك ما دام ليس بجوهر فهو ليس بجسم، أخذوا ذلك من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله مخالف عن الأكوان، لو كان جسما لكانت له بداية ونهاية، لأن قلنا أن الجوهر له حيز، ولو كان عرضا لما أمكن إلا أن يكون محتاجا إلى جسم يحل فيه. وحكم الله سبحانه وتعالى لا هذا ولا ذاك، له جسم له بداية ونهاية وله عرض يحل في الأجساد، فالله ليس بجوهر ولا عرض، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كيف يكون الله ليس بجوهر ولا عرض؟ هل يمكن أن نتصور ذلك؟ قالوا صعب أن تتصور ذلك، لأننا قلنا، وهذا ربط الكلام المقدمات بالمسائل، أن العقل هو دماغ وحواس مع واقع محسوس، والواقع يا إما جوهر يا إما عرض. فنحن لم نشاهد ذات الله سبحانه وتعالى، ولم نشاهدها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لأن الإحاطة بها مستحيلة. ولذلك نحن نصدق وصفه لنفسه دون إمكان تصور ذلك، لا نستطيع أن نتصوره. كلما أردنا أن نتصور الله فإننا سنتصور ما في عقولنا من معلومات التي جاءت إلينا عن طريق الحس، إذن عن طريق الواقع، والله خلاف هذا الواقع، الله هو الذي خلق هذا الواقع. هذا الواقع لا علاقة له بمشابهة دماغك، لأنك لم ترى إلا هذا الواقع، ولم تستطع أن ترى غيره، ولذلك لا يمكن أن تتفكر في غيره. ولذلك الإمام علي يقول والتفكر في ذات الله إشراك، لكن التفكر في وجوده وفي صفاته العلى وفي كيف نفعلها في حياتنا الدنيا ونؤمن بها ونتخلق بها، هذا هو الواجب.
أما أن نتفكر مادات الله فلن نصل إلى شيء. حاول البشر، كل البشر حاولوا أن يصلوا إلى ذات الله فلم يصلوا إلى شيء. حتى إن موسى لما خرج يبحث عن ذات الله ويريد أن يتحد معها في النيرفانا التي ادعاها لم يجد شيئا، فقال إن الله هو العالم. يعني هذا الذي حول، لأن هذا الذي في مخه في عقله في دماغه أن الله هو العالم، العالم هذا من غير هداية الله ومن غير وحي الله الذي بينه للرسل بكل وضوح أن الرب رب والعبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق. بدون هذه الهداية التي جاءت بالوحي وصل الإنسان إلى أن الكون هو الله، وهذا ضلال مبين وخطأ بين، لأن الله سبحانه وتعالى بديع وحكيم، وهذا الكون متغير له بداية وله نهاية، وهو على حد الفناء. نرى المخلوقات تنشأ ثم تفنى ثم تنشأ ثم تفنى، والله سبحانه وتعالى باق لا يخول ولا يتحول. الجوهر والعرض إذن عبارة عن تأمل في الوجود، ثم بعد ذلك أخذوا من هذا التأمل أشياء من أجل تحرير العقل من أوهامه. يبقى إذن هذا هو الذي سوف نقوم به مع الفلسفات الحديثة التي نراها كل يوم في الأفلام وفي المسلسلات وفي الفلسفات التي تبث علينا يوميا وبإلحاح. ونعرف أنه ينبغي علينا أن ندرك من الوجود ما نحرم به عقولنا التي هي مليئة بذلك الوجود من أن تخلط الأوراق فيما بين الأكوان والرحمن. فالرب رب والعبد عبد، فالله ليس بجوهر ولا عرض. عرضنا وصلنا إلى قضية الجوهر والعرض، احتاجت المسألة منا إلى تأمل في الموجودات كبير وسنين طويلة، وأخذ بخبرات الآخرين من سقراط إلى أرسطو إلى الفلاسفة إلى أفلاطون إلى كذا إلى آخره. ولكن عندما أخذنا منهم أخذنا الوصفة، وصف الحياة، وصف الكائن، وصف الحاصل، فلا بأس إذا من أن نأخذ منهم الوصف، ولكن لابد علينا أن نفكر بذلك الوصف فيما أخبر الله به عن نفسه وهو الحقيقة، فنعرف أنه ليس له كفوا أحد، ونعرف أنه ليس كمثله شيء، ونعرف أن الرب رب والعبد عبد، ونعرف أن التفكر في ذات الله إشراك، وأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ومؤدى هذا هو التأمل الدقيق العميق في هذا الكون، وأنه جوهر معرض، وأن الله بخلاف ذلك فليس يمكن أن يكون جوهرا ولا عرضا، لأن العرض ثاني لا يبقى زمني ويحتاج في قيامه إلى جسم، ولأن الجسم محدود له بداية ونهاية يطرأ عليه التغير، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا منهج المسلمين وهم يفكرون، وسوف نحاول أن نتجاوزهم لتجاوز أصلهم فقط، لكن لا نتجاوز مناهجهم. مناهجهم في غاية الإتقان والإبداع، أنهم يبحثون عن الحق، أنهم يبدأون بالإنسان، أنهم يتأملون في الكون، أنهم لا يبدرون الوحي بل تأمله في الكون إنما هو لفهم الذي أوحى الله به إليهم، يصدقونه ويؤمنون به ولا يتبعون الخرافات ولا الأضاليل، وإنما يتوصلون من هذا التأمل الجاد الواعي العميق في الكون إلى قواعد يستطيعون بها أن يتعاملوا مع الوحي الشريف. هذا بعض ما في المقدمات. رأينا فيها خريطة جوهر والعرض، ورأينا فيها خريطة العلم وتقسيم، ورأينا فيها خريطة أقسام العقل، ورأينا فيها ماهية العقل وما هو، وهكذا. هناك تفاصيل كثيرة لا يتسع الوقت إليها، لكن هذه هي التي
تمثل الهيكل الأساسي للمقدمة، وهي الباب الأول، وهي لا علاقة لها مباشرة بالمسائل إلا أنها مقدمة لابد منها للدخول في مسائل علم التوحيد. ندخل إذن في الإلهيات وهو الباب الثاني، فنرى أنهم يتكلمون فيها عن الصفات الإلهية، والصفات الإلهية لها خريطة أيضا. هذه الخريطة بنفس الغرض تسهل علينا الفهم، وتسهل علينا الحفظ، وتسهل علينا كيف نتعامل مع الوحي، وفي نفس الوقت لا نخرج عنه. يقولون صفات الله سبحانه وتعالى إما أن تكون صفات أفعال، وإما أن تكون صفات ذات. فصفات الأفعال لله هي الصفات التي لا يلزم من نفيها نقص، وصفات الذات هي الصفات التي يلزم من نفيها نقص. يعني صفات الأفعال مثل الرحمن، الرزاق، الخالق، هذه صفات أفعال، لأننا يمكن أن نقول إن الله رزق فلانا ولم يرزق فلانا، لم يرزق. هذه العبارة الله لم يرزق فلانا عبارة ليس فيها نقص، فالله فعال بما يريد. الله خلق فلان ولم يخلق له ابنا، ماشي، وفعال يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمن ويعذب الكافر، أي ولا يرحم الكافر، ماشي، هذا ملكه يفعل فيه ما شاء. وهكذا نرى أن إثبات هذه الصفات لله أو نفيها عنه لم ينتقص منه شيء، لا الإثبات ولا النفي، كل صفة كهذه نسميها صفات الأفعال، هكذا في العلم الموجود. الرحمن، الخالق، الخلاق، الرازق، الرزاق إلى آخره. الصفات الأخرى صفات ذات، وصفات الذات هذه على قسمين، إما أن تكون هي نفس الذات وهي صفة واحدة، هي صفة الوجود، يسمونها الصفة النفسية، أي أن الله نفس الله، يعني هو هو، يعني ذات الله هي ذات الله، فنسموها الصفة النفسية من أجل هذا، هي وجود وأنه موجود، ولا هو من باب العدم والفكر، يعني هو فكرة، هكذا ذهب بعض الفلاسفة، فاضطر المسلمون إلى أن يقولوا لهم لا، الله موجود وليس فكرة، مجرد فكرة كده في ذلك، يطرى في حد عمل الكل ده، في حد عمل الكل ده في ذهني يعني، لكن في الواقع لا، لا، المسلمون لا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة، المسلمون يقولون أن هناك إلهًا خارجنا، بائن منفصل عنا، حقيقي موجود، فالوجود صفة من صفات الله، صفة ذات، لأنه قبيح جدا أن نقول إن الله ليس بموجود، عيب، غلط، ولذلك صفات الذات هي التي يلزم من نفيها نقص، عيب خالص. هنشوف دلوقتي أن الله عليم، ما ينفعش نقول الله ليس بعليم، ليس بمريد، ليس بقادر، كل هذا نقص هذا، ولذلك هي من صفات الذات، صفات الذات 20 صفة. صفات الأفعال غير متناهية، فهو غفور ورحيم وعفو ورحمن ورحيم وخلاق ورزاق ومحيي ومميت، صفات لا تتناهى.
لكن الصفات دي بتاعت الذات 20. أولها أن يكون نفس الذات، قسم كده، القسم الثاني القسم الثاني في الشجرة يقول إنه زيادة زائد عن الذات، صفات زائدة عن الذات، ليست هي عين الذات إنما هي زائدة عن الذات. الزائد عن الذات ده إما أن يكون مدلولها نفي، يعني سلب، يعني ليس مدلولها كده، وهنشوف يعني إيه مدلولها ليس دي، أو نفي أو سلب، فبيسموها الصفات السلبية، أو يكون مدلولها وجود فبيسموها الصفات الثبوتية. يبقى في سلبية وفي ثبوتية. السلبية دول خمسة، إيه هما؟ أنه سبحانه وتعالى لا، أدي النفي وأدي السلب أهو، أدي اللي بنسميها سلبية عشان كده، لا أول له، يعني قديم، لا نهاية له. شوف كلمة لا هي اللي خلتنا نقول عليها إنها صفات سلبية، لا نهاية له، يعني باقي. ممكن جدا تقول قديم ما فيها السلب ولا حاجة، لكن هي معناها إيه قديم؟ لا بداية له، لا أول له، باقي. يعني إيه باقي؟ يعني لا نهاية له، لا نهاية له، لا مثيل له، لا مثيل له، يعني هو سبحانه وتعالى متفرد بقى، ليس له مثيل. لا شريك له، يعني واحد، لا شريك له، يعني واحد. ف احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا لا اول له، لا نهاية له، لا مثيل له، لا شريك له، لا يحتاج إلى أحد، فهو قائم بذاته. كلمة قائم بذاته جاءتها، فهو قيوم السماوات والأرض، يعني لا يحتاج إلى أحد، هو قائم بذاته. خمسة، قديم، باق، مخالف للحوادث، يعني لا مثيل له، واحد، لا شريك له. ثم بعد ذلك آخر واحدة، أنه لا يحتاج إلى أحد، فهو قيوم السماوات والأرض. خمس صفات بنسميهم إيه بقى؟ الصفات السلبية. ولما سميناهم السلبية؟ لأن مدلولها فيه سلب، مدلولها عدم، لا 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 لا. ثانيا، القسم الثاني، الصفات الثبوتية، ودي سبعة، وقبلهم سبعة، سبعة متعلقين بسبعة، فيبقوا 14 و5 يبقوا 19، وواحدة نفسية يبقوا 20. طيب الثبوتية بقى السبعة ايه هما وتعلقوا بسبعة ايه؟ قال في البيت كده واحد، فقدرة، إرادة، سمع، بصر، علم، حياة، كلام استمر. قدر، الإرادة، السمع، البصر، العلم، الحياة، الكلام. هذه هي الصفات، يسموها صفات المعاني، لأن فيها معنى. قدرة، قدرة أني قادر على أن يفعل كذا. مريد، يعني هو حر أن يفعل شيء، ما مش حد قهر ولا حد يختار له ولا حد يسيطر عليه ولا حد يستطيع أمامه أن يفعل شيئا بخلاف ما أراد، وكذا إلى آخره. وسميع، بصير، عليم، سمع، بصر، علم. يبقى القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، السمع والبصر والعلم ده يقول عليها أنها صفات كشف، يعني إدراك، يعني الله سبحانه وتعالى يحيط ويعلم، وهو السميع البصير العليم. خدوا منها سمع،
بصر علم. خلي بالنا ان احنا بنتكلم هنا في صفات المعاني، وصفات المعاني معناها القدرة. الصفات المعنوية بقى اللي هي متعلقة بيها هنلاقي قدير. احنا هنا بنقول المعاني الإرادة، المعنوية مريد، فعال لما يريد فهو مريد. المعاني سمع، المعنوية سميع، المعاني بصر، المعنوية بصير، المعاني علم، المعنوية عليم، المعاني حياة، المعنوية حي، المعاني كلام، المعنوية متكلم. يبقى إذا من الصفات، ودي كأنها اسم الفاعل بتاعها أو الصفة بتاعة صيغة المبالغة أو شيء من هذا القبيل، يعني من قامت به هذه الصفات. طب ليه كده؟ ما نستغنى بواحدة عن الأخرى. قالوا إذا حبيت تستغنى يبقى هتستغنى عن المعنوية، لأن دي الصفات اللي منها الاشتقاق الأصل يعني، وكده هتبقى الصفات بتاعتنا 13 بس بعد حذف هذا. طب وأنت مصمم تتوجدهم ليه؟ قال لأن هو ده اللي في القرآن. اللي في القرآن مش أنه ذو قدرة، اللي في القرآن قدير، والله على كل شيء قدير، مش الله له قدرة. اللي في القرآن إنه سميع، إنه بصير، إنه عليم، إنه حي. إذن دي محافظين عليها بالشكل ده علشان هي موجودة في القرآن. هنخليهم 20، 7 وأصولهم 7 يبقوا 14، ومعانا الخمسة السلبية يبقوا 19، والوحدة النفسية اللي هي الوجود يبقوا 20. رسموا هذه الخريطة. ماذا نأخذ من هذه الخريطة؟ ما الذي وراءها؟ الوقوف عند الوحي، وعدم التجرؤ على إنكاره. فهم نظروا في الوحي فوجدوا أن الله وصف نفسه بهذه الصفات. الوحي هنا الكتاب والسنة. توقفوا عندما وصف الله به نفسه. نمرة 2، إعماد العقل في الوحي. ما وقفوش عند كده وبس، ما قالوش هو سميع بس من غير سمع، هو بصير بس من غير بصر، لا، بل أعملوا عقلهم وقالوا لا يمكن أن يكون سميعا إلا بسمع، لا يمكن أن يكون بصيرا إلا ببصر، لا يمكن أن يكون قديرا إلا بقدرة. لا يمكن، ليه؟ جايبينها منين؟ نمرة 3، من اللغة. يبقى إذا هؤلاء الناس في الخريطة دي اعتمدوا الوحي، واعتمدوا العقل، واعتمدوا اللغة. يبقى لازم علينا أن نعلم هذا الدرس جيدا، وأن نحفظ هذا جيدا، حتى إذا ما أردنا أن نقلد السلف الصالح في منهجه هذا، في كيف توصل إلى صفات الله، فإننا لابد علينا أن نعتمد الوحي أولا، ثم العقل ثانيا، ثم اللغة ثالثا. لا نخرج لا عن مقتضى الوحي ولا مقتضيات العقل، وننكر عقولنا ونعيش مثل النصارى وغيرهم من الذين يعبدون الله على حق، ولا أيضا ننكر اللغة لأن بها نزل القرآن ووصف الله كلاما بهذه اللغة وجعلها مدخلا مهما لفهم هذا الوحي. ده اللي نستخلصه من الصورة هذه. قسموا المسألة إلى صفات أفعال وصفات نفسية، قسموا النفسية إلى كذا وكذا إلى آخره، فرقوا بين الاثنين. عرض ما الحكاية؟ الحكاية أنهم قد استعملوا الوحي، وقد استعملوا العقل، وقد استعملوا اللغة في
الوصول إلى هذه الخريطة التي وضعها. يمكن ألا تكون صفات الرحمن الآن يعني ليست محل نزاع كما كانت في السابق، لأن في السابق واجهوا هذه الأسئلة، وكل من دخل الإسلام من المجوس، من النصارى، من اليهود، من أصحاب ديانات الهند يسأل عن المشكلات التي كانت تواجهه في دينه، وكانت من هذه المشكلات قضية الصفات، وكانت قضية اللوجس أو الكلمة قضية كبيرة جدا عند النصارى، وقضية الصفة كلام الله هو مخلوق ولا غير مخلوق، كلام الله هو صفة من صفات الله ولا هو منفصل عن الله، طب إذا كان صفة من صفات الله هل هو زائد ولا هو نفسه، طب إذا كان هو زائد طيب هو ثبوتي ولا نفي، إلى آخر ما هنالك مما أثاره ملابس الفكر والفلسفة. لم يتخلف المسلمون عن الرد عليهم، لم يتأخروا عن أن يجعلوا موضوع الساعة وذهن البشرية محل دراسة، جعلوا ديدنهم في هذه الدراسة الاعتماد على الوحي، الاعتماد على العقل أو صحيح العقل، الاعتماد على اللغة، ولم يخرجوا منها، وخرجوا بتصور أجاب عن المشكلات التي كانت عند الآخرين، ولم يقل له أنا لا علاقة لي بمشكلات أبدا، قال له هات كل المشكلات وأنا أقول رأي الإسلام فيها. رأي الإسلام جاي منين؟ جاي من الوحي، جاي من العقل، وجاي من الملوك. إذن فهذا المنهج، منهج اللي احنا ندرس ما الذي يشغل البشرية، تعالى أيها البشر ما الذي يتعب ذهنك؟ احنا مسلمين وندعوك الى الله، انت محتار ليه؟ فيقول انا احير في كذا وكذا وكذا، ويعرض ما يريد ان يعرضه، وعلينا ان نتأنى ونتأمل ونرد عليه من الوحي بالعقل وباللغة. هذا نوع تحضير لكيف نفهم تراثنا، ثم كيف نستفيد منه، ثم بعد ذلك كيف نفعله. هذا ما سوف نراه بالتفصيل، كيف ان هذه الاسس التي تكلمنا عنها الان ستتحول الى ادوات للمعيشه في هذا العصر الذي نحياه، في هذا الخضم الهائل من الافكار والفلسفات والاخلاقيات الى اخره. ومن ضمن ما اثاروه كانت قضيه الكلام، وأخذت كثيرا في الأهل والرب، حتى أن المتكلمين المسلمين أنفسهم انقسموا على أنفسهم، هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه مخلوق، وذهب أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك الأشعرية إلى أنه غير مخلوق. وأخذ الكلام هذا كثير من الوقت، وهذا يبين لنا أيضا حقيقة أخرى، وهو أنه يمكن لنا أن نختلف، ولكن علينا دائما أن نجعل خلافنا يتغير الوصول إلى الحق. اختلف المسلمون ولم يكفر أهل السنة المعتزلة، بل إنهم قالوا لو أنتم الآن تركتم أساس من الأسس التي نعمل بها وهو الوحي، وأعملتم عقولكم في المسألة وتركتم الوحي، وهذا خطأ، لابد من مسير الوحي مع العقل مع اللغة. الكلام الذي أقوله الآن لا يوجد في الكتاب، إنما هذا هو الذي عرفناه من كثرة قراءة الكتب والمعيشة في تراجم العلماء وحياتهم وتاريخهم وكذا إلى آخره. يعني لما نفتح كتاب في التوحيد لا نجد هذا الكتاب الكلام مرصوص هكذا نصا، ولكن هذا الكلام موجود في تاريخ علوم المسلمين وفي كل كلامهم ومناهجهم. فنشأت قضية الكلام، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ أخذت 200 سنة يفكرون فيها حتى وصلوا إلى قول واحد واتفقوا عليه، ولذلك لم نجد بعد ذلك أثرا للمعتزلة ولا فكرا للمعتزلة، لأنهم وافقوا
على هذه الحلول التي أتى بها أهل السنة. الله تكلم، الكلمة الكلام صفة من صفاته، إذا ما دام صفة من صفاته فصفات الله غير مخلوقة. الصفات الذاتية غير مخلوقة، صفات الذات، لأن لو كانت مخلوقة نقع في ورطة، وهو أن الله محلا للمخلوقات، وهذه مصيبة، لأنه إذا كان محلا للمخلوقات فيمكن قياس الزمن حوله، ودم يمكن قياس الزمن حوله يبقى فيه تغير. والعقيدة تقول أن الله سبحانه وتعالى كان قبل هذه الأكوان، وهو يتكلم قبل هذه الأكوان، وأنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا يمكن تصور أن الله محل للحوادث، يعني فيه مخلوقات، لا يمكن تصور هذا، لأن هذا مناقض لأصل العقيدة. إذا الله ما زال متكلما، فما هذا القرآن؟ أليس القرآن كلام الله؟ قال نعم كلام الله. قال طيب القرآن ده مش مخلوق؟ المصحف ده مش مخلوق؟ أنا جيت وحفظت المصحف، فأنا دلوقتي الآن اللي في ذهني ده مخلوق، وهذا الورق مخلوق، وهذه الكتابة مخلوقة، فما الذي هو ليس مخلوق؟ فظهر ما يسمى بالدال والمنون، إن هذا المصحف دال على كلام الله الذي هو صفة من صفاته، فلما نسميه أنه كلام الله؟ لأنه كلام الله فعلا، لكنه دال، وهناك كلام الله فعلا لكنه صفة قديمة، مثل ما لو كتبنا على ورقة الله، هل هذه الورقة هي الله؟ هل هذه الكتابة هي الله؟ قالوا لا قطعا، هذا دال على الذات العلية. قالوا إذا جئنا بورقة مكتوب عليها الله وقال أحدهم هذا اسمي، نقول له أنت كذاب، هذا اسم الله وليس اسمك. إذن فالذي مكتوب على الورقة مخلوق، لكن الله ليس بمخلوق، والذي مكتوب على الورقة دال على الله وليس دال على زيد ولا عبيد. وهكذا يكون الأمر بينك وبين صورتك في المراية، فالصورة في المراية لو قلنا لأحدهم من هذا؟ قال هذا فلان، ولا علان؟ قال لا هو فلان، نعم وصادق. إنما الأدق من ذلك أن نقول إن هذا صورة فلان وليس فلان نفسه، إنما هو صورة فلان، بدليل أننا لو كسرنا المراية لم تصب أنت بشيء من الضرر، فالصورة شيء وأنت شيء آخر، فكذلك صفة الله هذه شيء، والترجمة عنها والدلالة عليها شيء آخر. فالمصحف الذي بين أيدينا مخلوق، والكلام الذي نحفظه مخلوق، ولكن هو يدل على غير المخلوق كدلالة اسم الله المكتوبة في الورقة على الذات العلية سبحانه وتعالى. أحمد بن حنبل عندما عرض عليه هذا كانت له مراحل، في الأول امتنع عن الإجابة وقال هو كلام الله، يقول له مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقول ما لا أدري ما أعرفش، لكن هو كلام الله، القرآن كلام الله، أتوني بآية أو حديث فيها إنه مخلوق أو مش مخلوق أقول به. فمسكوه وضربوه، ضربه الخليفة، قل هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال هو كلام الله، وظل على هذا الموقف إلى أن رأى لما خرج من المعتقل السجن إلى الناس، وجد الناس بدأت تبقى قضية. إذن في أول الأمر امتنع عن الكلام، لما شاعت في أوساط الناس بدأ يتكلم، قال لفظي بالقرآن
مخلوق، لفظي هو المخلوق، والقرآن غير مخلوق. فالناس قالت أحمد بن حنبل يقول القرآن مخلوق، وشاع في وسط الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن. قال طيب بلاش، القرآن غير مخلوق، ومن قال لفظا بالقرآن مخلوق فقد كفر، يعني رجع. يبقى إذا مراحل ما فعله الإمام حتى نستنبط منه منهجا لمقابلة المحدثات، أنه امتنع عندما كانت المسألة في وسط النخبة ولم يرد أن يخرج من دائرته إلى دائرة الخاص بمصطلحاته العجيبة الغريبة التي أول مرة يسمعها. فالإنسان لا يسلم هكذا ويخرج من دائرته إلى دائرة الخاص، وهذا هو الذي فعله المسلمون في المئة سنة الأخيرة، أنهم خرجوا من دائرتهم مباشرة عندما واجهوا الاستعمار، حتى سمى مالك بن نبي هذه الحالة القابلية للاستعمار. عندنا قابلية للاستعمار لأننا تركنا دائرتنا مباشرة عندما قيلت ربوها، وحدث في أكثر من 500 مصطلح كالعلم والثقافة والمذهب والدين والفكر والتراث وإلى 500 كلمة أصبح فيها اختلال. مفاهيم المسلمين قبل الاستعمار كان لها وضع، ومفاهيم المسلمين بعد الاستعمار أصبح لها وضع آخر. لماذا؟ لأننا لم نفعل ما فعله أحمد بن حنبل من أن لا ننتقل من دائرتنا إلا عندما يشيع ذلك فينا. لكن إحنا أبدا أول ما دعونا أخطأنا وأخذنا مصطلحاتهم عن طريق الجرائد السيارة والجامعة وكذا إلى آخره، والكل سلم مباشرة من غير فترة للتأني والتأمل والتدبر وإنشاء المصطلحات المناسبة حتى تأخذ لنا الفكر الوارد بهدوء. أبدا سلمنا وترجمنا واحتللنا المصطلحات. القضية الثانية التي فعلها أحمد بن حنبل كانت بعد أن وجد أن المسألة شاعت فينا أنه بدأ يتكلم. القضية الثالثة أنه لما كان هذا الكلام قد أوحى إلى الناس بعكس مراده رجع فورا. يبقى إذن علينا أن نفعل هذا، أن لا نتخلى بسرعة عن هويتنا، وأننا لا نفعل ذلك إلا عند الشيوع، شيوع المسألة، وأننا إذا ما لم نحسن التعبير ولم يحسن عنا الفهم رجعنا إلى ما يحسن التعبير والفهم، ولا نصمم على ألفاظ قلناها ونصمم عليها والناس لا تفهم ما نقول. هذه هي العبرة أو الدرس المستفاد من موقف الإمام أحمد في مثل هذه القضية. نحن نريد أمرين، أن نفهم كتب التراث على ما هي عليه، وأن نفهم المناهج الضابطة لها في هذا اللقاء. بعد ذلك نريد أن نستعمل هذه المناهج أو كيف نستعملها في الواقع. يبقى هكذا المسلم فعلا أحيا دينه وأحيا سنة السلف الصالح فيه، ليس مجرد أن يقرأ ويفهم، ولا مجرد أن يحلل ويتوصل إلى المناهج، بل أيضا لابد عليه أن يحول هذه المناهج إلى حياة يستطيع بها مواجهة ما يعيش فيه، فيكون قد عاش عصره لا بمسائل السلف الصالح، وإنما بمناهجهم كما يقولون. الباب الثالث كان عن النبوات، وهو سهل، ما يجوز وما يستحيل وما يجب في حق النبي، أي نبي، خاصة سيدنا محمد. يجب في حقهم الصدق، يجب في حقهم الفطانة والكياسة، يجب في حقهم العزة وأنهم من أشراف الناس، يجب في حقهم
الطاعة لله وعدم العصيان، ولذلك يستحيل في حقهم صدور الشرك أو الكبائر كما وصف بعض الكتب المقدسة الأنبياء، والعياذ بالله تعالى نسبوا إلى الأنبياء كل الفواحش والمناقص. لا، عندنا عند المسلمين أنه يستحيل على النبي أن يصدر منه الفاحشة وأن يصدر منه الكذب وأن تصدر منه الخيانة وأن يصدر منه أو أن يكون خسيسا في قومه أو أن يكون متهما في عشيرته أو عند ربه إلى آخره. فيجب عليه هذا ويستحيل في حقه الضاد من الخيانة ومن العصيان ومن الشرك إلى آخره. ويجوز في شأنه ما جاز على البشر من النوم، من المرض، من أن يجرح فيسيل دمه ويتألم ويتوجع ويتداول، من السعي، من أنه يسعى على تحصيل رزقه ويعمل من أجل ذلك إلى آخره. حتى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء، يعني الهواجس ليست يعني ليس مبرأ من الهواجس، والهاجس إنما هو شيء يأتي في الذهن ويمر، فهذا لا ينزل حتى عن الأنبياء. ففي النبوات لو فتحنا هذا الباب نجده سهلا، لأنه في الحقيقة يصف البشر، ووصف البشر أخف وأسهل من قضية وصف الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا قبل ذلك أن الذي حير البشر العلاقة بين القديم والحادث، العلاقة بين الخالق والمخلوق، ما شأنها، كيف تكون، وهذا لا يمكن إدراكها إلا إذا أدركنا الخالق، وهذا لا يمكن الوصول إليه. ولذلك حيرت البشر هذه العلاقة الفريدة الغريبة العجيبة التي بين الخالق والمخلوق. وفي النبوات يتكلمون أيضا عن المعجزة، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوعان من المعجزة، معجزة رسول ومعجزة رسالة. معجزة الرسول يقوم بها النبي لقومه، فمنها أنه عندما ترك جزع النخلة التي كان يخطب عليها صلى الله عليه وسلم سمع الناس أنينا له، فالناس اللي سمعت الأنين هذا سمعوا، رأوا المعجزة وسمعوها، شاهدوها، حضروها. ومنها أنه كان يضع يده في الماء فيفور ويسقي الجيش وهو في قلة صغيرة أو في زمزمية صغيرة أو كذا إلى آخره، فيضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فيفور الماء من بين أصابعه، فعل هذا 100 مرة كلما كان في الصحراء أو في غزوة أو وحدهم أو كذا، وقطع الماء ولا وجود له يحط يده في الماء يطفور المياه ويسقي الجيش، الجيش يسقي الجيش. ومنها تكثير الطعام، فعلها مرات كثيرة، حتى إنه مرة أخذ كيسا من الكيس به حبوب ووضع يده الشريفة فيها وقال له يعني تنظر فيه، خذ منه، فأخذ أبو هريرة يأخذ منه فلا ينتهي، إلى أنا عايز أشوف إيه الحكاية، فبص فيه فذهب وخلاص ما بقاش موجود وانتهى. أنت ما كفاية، قال والله أنا وددت أن لا أنظر فيه فيبقى إلى يوم القيامة. كان تتحول من معجزة رسول إلى معجزة رسالة هذا الكيس، لأن معجزة الرسول خاصة بقومه ومن شأنه، معجزة الرسالة تالية لمن فعله. كان كل نبي يأتي إلى قومه، ولذلك كان معجزاتهم قاصرة على قومهم، مثل إحياء الموتى أو كذا لسيدنا عيسى، مثل العصاية بتاعت سيدنا موسى، مثل السفينة بتاع سيدنا نوح إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن لسببه نمرة 1 خاتمة، ونمرة 2 للعالمين خاتمة، لا نبي بعده ولا رسول، وللعالمين
ايه سبب الخاتمية؟ سبب الخاتمية انه يريد وحدة الأمة. سبب الخاتمية العالمية وسبب العالمية الخاتمية، يعني كأنهم متصلان. لأنها خاتمة وعالمية احتاجت إلى معجزة الرسالة. ما سبب خاتميتها وعالميتها؟ أنه لو كان هناك رسل تأتي بعد النبي لآمن بها أقوام وكفر آخرون، آمن بها أقوام وكفر آخرون، فتتفتت الأمة. وهذا ليس من شأن الأمة الخاتمة. الأمة الخاتمة تريد كل الأرض تؤمن، وليس المسلم يكفر المسلم. لأن بعض المسلمين هيؤمنوا بالرسول الجديد وبعضهم ما مش هيؤمن بطبيعة الحال. ثم بعد ذلك إذا جاء رسول ثالث بعد النبي، بعض الذين آمنوا من الأول يؤمنوا وبعضهم يكفر، بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، كما حدث في عبر السنين مع اليهود والنصارى والبشر أجمعين. فكانت الخاتمية حكمة إلهية أنها عالمية، ولذلك احتجنا إلى معجزة الرسالة، ومعجزة الرسالة هي القرآن الكريم. ولذلك سمى الله كل فقرة فيه وكل جملة آية، والآية هي المعجزة. وتحدى البشر بها، وهذا الكتاب الذي ما زال يعطي في إعجازه العلمي، في إعجازه البياني، في إعجازه التشريعي، في هدايته للإنسان، في كل ما احتوى عليه من بناء الإنسان قبل البنيان وقبل عمارة الأكوان. الباب الرابع والأخير هو السمعيات. والسمعيات أيضا نراها أنها سهلة، وإن كان كثير من الناس لمادياتهم بدأوا في التشكيك فيها، منها الملائكة ومنها الجن ومنها القيامة والجنة والنار والحشر والنشر والصراط، وكل عنوان من هذه العناوين تحته تفاصيل بعضها وردت في السنة كمواقف القيامة والشفاعة، وبعضها لم يرد إلا إجمالا. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان وعن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فتوضع أمام السجلات فتطيش هذه السجلات أمام البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، قالها العبد بإخلاص، إلى آخر ما هنالك من المواقف، وهي التي شاع في المسلمين العلم بها. يعني ترى عموم المسلمين يعلمون هذه السمعيات جيدا، يعلمون الجن والملائكة وكذا، ولا يعلمون الإلهيات، وقد لا يعلمون بعض النبوات، لكنهم عند السمعيات نراهم دائما تكون محل الكلام. ويستأنس المسلمون كثيرا بهذه السمعيات. هذه نظرة عجلة على علم هو من أصعب العلوم ومن أعقد العلوم من أجل أمرين. الأمر الأول أن كثرة مصطلحاته ودقتها، والأمر الثاني هو أنه متعلق بالتفكر، والتفكر يحتاج من الإنسان إلى وقت وإلى تدبر وإلى مدة يستوعب فيها المسائل ويهضمها ويناقشها وهكذا. إلا أننا نحاول بقدر الإمكان أن نكسر الحاجز الذي بين طلبة العلم وبين هذه العلوم بمثل هذه الكلمات التي تدندن في العلم نفسه وتدخل بداخله، وتحاول أن تقدمه بصورة هي أقرب ما تكون إلى العقل المعاصر. وإن كنت يعني أستشعر أنه حتى مع هذا التبسيط وأنه يعني كأنه يعني في منتهى الصعوبة على بعض الناس، يعني مش على كل الناس، وقد يمل الإنسان من هذا، ولكن الحقيقة هو أنها علوم مليئة بالمناهج بالمناهج القوية التي تبني فكرة الإنسان المستقيم. شكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
المخ كده في احكام ثلاثه للوجود مش لله. في حق الله في ما هو الواجب في حقه تعالى ان يتصف بالصفات العليا. ما هي الصفات العليا؟ الصفات النفسيه العشرين دي، ان يكون موجودا وان يكون قديما باقيا قيوما واحدا مخالفا للحوادث، وأن يكون عليماً قديراً كذا كذا كذا. هذا الواجب في حقه تعالى. المستحيل الضبط لا، أن يكون عاجزاً، أن يكون كذا إلى آخره. الجائز صفات الأفعال، وهو أن يرحم أو لا يرحم، يخلق أو لا يخلق، يرزق أو لا يرزق، يعمل أو لا يعمل، يحيي او لا يحيي، يمين او لا يمين، وهكذا. اذا فالواجب هو صفات الذات، والجائز هو صفات الافعال، والمستحيل هو ضد صفات الذات الضابط. حاجه بالنسبه لامام احمد بن حنبل، حضرتك قلت الاول امتنع عن الكلام، بعدين اتكلم، وبعد كده نفهم. نعم. طب احنا بالنسبه لك الحياه هتكون ما يعني ده موضوع المحاضرة الثانية. نعم. بالتفصيل بقى يعني. علشان احنا دلوقتي اخذنا كلام اللي احنا سمعناه ده. عرفنا انه لابد ان نبدا بالانسان. قاعده. اننا لابد علينا ان نسعى الى الحق. قاعده. لابد علينا ان نتخلى عن الوحي. قاعده. لابد علينا ان نعمل الفكر. قاعده. لابد علينا ان نعتمد على اللغه العربيه. قاعده. لابد علينا ان نتخذ مناهج السلف قاعده، لابد وهكذا. نعم قلنا حاجات النهارده. هذه الحاجات طيب احنا عايشين اهو في سنه 2001. كيف نستعملها؟ يعني ايه نعتمد على اللغه العربيه؟ يعني ايه نعتمد على مناهج السلف؟ يعني ايه نعتمد على كذا وكذا؟ ده هو موضوع المحاضره القادمه. احنا النهارده كاننا استعرضنا مسائل علم التوحيد، حاولنا أن نستكشف من ورائها ما يمكن أن يعني نصبح أداء في أيدينا لمواجهة العصر. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الجزء الآخر، وهو كيف نستعمل هذه الأدوات في مواجهة العصر. نعم تفضل. أول ما نعم. نعم، هو كما قلنا في هذه المحاضرة أن هناك دلالة لغوية يفهمها العربي، فعندما جاء العربي يسمع الرحمن على العرش استوى يفهم أن هذا الكلام يعظم الله ويعلي شأنه، وأنه كأنه يصف الله بربهة الملك، وأنه ملك السماوات والأرض ومالك لكل من في الكون. الملك يملك وعنده سلطان، والمالك عنده قدرة في التصرف. الملك لا يملك، لا يملك إنما يملك، يعني ليس عنده قدرة في التصرف في الخلق مثلا أو في الناس المعين، انما هو يملكهم يعني صاحب طاعه، فالله ملك ومالك. هذا هو الذي يفهمه العرب من الرحمن على العرش استوى. جاء هو ليحاول الخلط بين مستويين، بين مستوى دلاله هذه الالفاظ في الكون ودلالتها مع الله. العربي فهم دلالتها مع الله، الرحمن على العرش استوى معناها انه يصف الله بالصفات العلى وبالملك والمالكيه، وانه يصفه بربهه الملك.
سهل ومشيت مع المرض كده. صاحبنا جاي علشان يشبه هذا الكلام بالملك الأرض اللي ليه سرير وعرش يجلس عليه يوم استوى يعني جلس بقى. ودخلنا في إطار التشبيه. فالإمام مالك أدرك هذه اللعبة، أدرك الفرق بين الدلالتين، دلالة الألفاظ على ما في حق الله ودلالة الألفاظ على ما في حق البشر. عندما يسمع العربي أنه سميع بصير لا يتهيأ أن له عين وجفن ومقلى وشبكية وكذا، إنما يدرك أن الله عليم بذات الصدور، وأن الله محيط بكل شيء، وأن الله ينكشف له كل شيء، وأنني مكشوف أمام الله. إنما الآخر كذا يلعب بهذه الدلالة وينزلها إلى مستوى البشرية ويقول ما دام له سمع هل له حدقة؟ هذا السؤال بدعة، لأنك افترضت المشابهة، ومن أجل هذا الافتراض الذي هو بدعة اللي هو المشابهة بين الخالق والمخلوق بدأت في السؤال. فقال له الرحمن على العرش استوى كيف؟ وبدأنا هنا في الكلام على العرض. نحن الكيف من أنواع العرض. كيف استوى؟ كيف؟ الله ما عندوش كيف، ما عندوش كم، ما عندوش وضع. علشان تقولي هو ازاي يعني هو قاعد ازاي على العرش؟ الكلام ده لا يمكن يصدر عن ذهن واحد مخرج ربنا عن دور العرض. ده مدخل ربنا في دور العرض ولذلك بيسأل. فراح على طول أدركها الإمام مالك وقال الاستواء معلوم في اللغة، في اللغة، لأن احنا مرجعنا كما قلنا إلى اللغة والوحي والعقل، والعقل بيقول إن الله بر الكيف. فلأننا معتمدنا على الوحي واللغة والعقل فالاستواء معلوم يعني لغة، والكيف غير معقول. شوف 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 الكلام، معلوم لغة، معلوم في اللغة وبعتمد على اللغة، والكيف غير معقول وبعتمد على العقل، والسؤال عنه بدعة وبعتمد على الوحي. وأراد رجل السوق فاحملوه من أمامي، فراحوا مسكينه مروعة كده وراحوا دلقينه بره المسجد. وهكذا فعل صبيغ بن عسال على أيام عمر بن الخطاب وعمر بن العاص. ظهر في مصر صبيغ بن عسال وقال له يا عمرو الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وعملوا كده كأنه كسر العين كده كيف استوى يا عمرو؟ قال له سأرسلك إلى من عنده الجواب. وراح الرسول أرسله إلى عمر ومعه كتاب صغير ملفوف مختوم هذا يتكلم في المتشابهات. فسيدنا عمر فتح الكتاب وعلى طول بالضربة بتاعته رضي الله عنه هبط على راسه ثلاث أربع خطوات كده على طول. ففهم صبي، فهم انه بيضرب علشان تجاوز هذا. قال له يا امير المؤمنين ذهب الذي براسي، يا امير المؤمنين ذهب الذي براسي، تبت الى ضاق راسي. قال له من جاوبك؟ استنى بس الجواب. قال له الحال لا تجاوبني ولا تراس بهمه. وظل صبي، قالوا انه ظل لا يتكلم عن هذا حياه عمر، يعني مدة حياته. ثم لما مات عمر أنشأ يتكلم مرة ثانية. الآن لخبط ما بين هذا الذي أقوله. ولذلك يعني الكلام كله هتجد يعني بعضه يخدم بعض. فهي من قصة الإمام مالك توصلنا أيضا إلى هذه الأسس الثلاث: الوحي، اللغة، العقل. توصلنا إلى أهمية الكلام في الجوهر والعرض كما فعل المتكلمون، فعلوها من أجل الرد على من يقول بالكيف. الله خارج الكيف لأنه خارج من الكون. هي كانت بدعة حطها في بعد كده بالكل بدون الأخرى.
حضرتك انظر الى فيما معك الاول لك الثاني طيب حاضر الثالث نغير راينا واستراحتنا علشان نوصل للمعنى الثابت بغض النظر عن الالفاظ يبقى اذا الدرجات الثلاثه برضه معناها وهكذا وممكن في عصرنا هذا ان احنا نشوف حاجه غريبه جدا انه في خطوه تختزل وهي ان نحاول الحفاظ على الهويه ثم ننتقل مباشره الى النقطه الثانيه لان الاعلام شغال للنهار والاولاد قدام الانترنت والانتر بلاش والانتر مش نت وهكذا يعني الحكايه بقت مختصر يعني الذي كان يحدث في 100 سنه اصبح يحدث في جلسه واصبح انا ساكت لعدم الشيوع لان مفيش حاجه اسمها عدم الشيوع كله عارف كل حاجه وبلاوي كلينتون على الانترنت كله عارف كل حاجه ما هذا عصر غريب لم يكن عند السلف لكن منهجنا هو موجه هذا وموجهته لهذه الاسس وموجهته لهذه المناهج طيب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته